السلام الله عليكم أيها المتابعون الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة معاني الأسماء. سنتعرف اليوم على معنى اسم ديالا وصفات حامل هذا الاسم. أصبح اسم ديالا من الأسماء المعروفة في الوطن العربي، والتي بدأت بالانتشار في الفترة الأخيرة، إلا أن الاسم يوجد حوله الكثير من الجدالات والكثير من المعلومات الخاطئة، مما دفعنا إلى تقديمه لكم من خلال قناتنا لتوضيح كامل المعلومات التي قد ترغبون في التعرف عليها عن اسم ديالا قبل تسمية أحد أطفالكم به. أصل التسمية باسم ديالا: جاءت أصل التسمية باسم ديالا من أحد الأنهار المتواجدة في العراق، وتحديدا ذلك النهر المعروف باسم ديلي، حيث بدأ العراقيون تسمية طفلاتهم به لأنه يجلب لهم الخير المتمثل في الماء التي هي سر الحياة. وبناء عليه فإن اسم ديالا المستخدم كاسم علم مؤنث هو اسم عربي الأصل وليس أعجميا كما يعتقد البعض، ويجب العلم أن نهر ديلي هو أحد روافد نهر دجلة وليس نهر الفرات كما يظن البعض. معنى اسم ديالا: اسم ديالا في الحقيقة ليس له معنى خاص به، سوى أنه منسوب إلى ذلك النهر المتواجد في العراق التي سبق وأشرنا له، إلا أن هناك بعض المعاني التي ربطها البعض بهذا الاسم، منها الأرض المرتفعة الخضراء، والقصد من هذا المعنى الأرض المحيطة بالنهر التي تكون غالبا صالحة للزراعة، وهو معنى مرجح وقريب للاسم. أما المعنى الآخر لاسم ديالا وهو الرائحة الذكية والوردة الجميلة، فإن ذلك المعنى ليس له أصل وهو غالبا خاطئ. صفات حاملة اسم ديالا: على الرغم من أن اسم ديالا ليس من الأسماء العلم المنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي، إلا أنه معروف في عدد من الدول المختلفة، وهذا الأمر يساعدنا على التعرف على بعض صفات حاملة اسم ديالا، والتي هي كالتالي: تمتلك قلبا أبيض وحنونا يجعلها تعطف على الآخرين وتساعدهم، نشطة وتمتلك قدرا كبيرا من الحيوية، لذلك نجدها لا تفضل المكوث في المنزل، ذكية ولماحة وتجيد التخطيط بشكل جيد لحياتها، ناجحة وغالبا ما تتواجد في مركز القيادة التي تنجح فيه غالبا. قد يعيبها أنها لا تفضل أعمال المنزل، فهي تفضل الحياة العملية أكثر، لذلك هي ليست ربة منزل من الدرجة الأولى. هل اسم ديالا مسيحي؟ وجدنا الكثير من الآراء التي ربطت اسم ديالا بشكل مباشر بالدين المسيحي، لذلك وجدنا السؤال المطروح حول هذا الأمر: هل اسم ديالا مسيحي؟ ولكن بعد البحث في المصادر الموثوق منها والبحث عن ارتباط الاسم بأي من الأديان المختلفة، تأكدنا بأن اسم ديالا ليس اسما مسيحيا، إنما هو اسم علم غير مرتبط بدين، ولكن النصارى يسمون به بشكل طبيعي. هل اسم ديالا حرام؟ في الفقرة السابقة وجدنا سؤالا يربط اسم ديالا بالدين المسيحي، مما جعل بعض الآباء والأمهات يتساءلون حول جواز التسمية بهذا الاسم في الدين الإسلامي، وهل اسم ديالا حرام؟ وبعد أن تعرفنا على معنى اسم ديالا والتوضيح في الفقرة السابقة أن اسم ديالا ليس له علاقة بالدين المسيحي، فإن علماء الدين في هذه الحالة أكدوا على جواز تسمية الفتيات المسلمات بهذا الاسم دون وجود ما يحرم ذلك. إن كنتم ترغبون في التعرف على معنى اسم علم آخر، يمكنكم ذلك من خلال كتابة هذا الاسم في تعليق لنقوم بالرد عليكم قريبا. كنت معكم من أمام المايك، إلى اللقاء. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.